شباب عنا بالحارة المنتج الغزاوي من غزة من هان مشارخ بنسجل معنا محمد عنطر منعم عوض معنا بشير بسيسو معنا محمد زيدان معنا كمان من نيكس تيم محمد أبو دية وخالد أبو دية ومعكم مجد عنطر على البيت ومعنا علاء السق ومجاش لسه يلا شباب حروف الحيطة والحذر تنتشر بالمكان عنا بالحارة المنتج الغزاوي بيبدأ من هان توزيع رامي جي بي مكساج استوديو تحت أرضي عنان من الواح محمد عنطر منعم عوض أحمد زيدان محمد وخالد أبو ديا نيكس تيم مجد عنطر عنا بالحارة الموضوع بيبدأ من عندي يابا دايما أول إشي بفاجئ أنا مراقب لازم أغير مساري كل ما تيجي متاجر إذا مجمرك أنا مش شاري أنت صح بلاش تنتخط وقع بالفخ يا حجي وإنت صادق روح تصلي انفقد الشبش من غير ما تسبسب مروح حال جرح على الطلاق والسوسة شم خبر بالمشكلة خبرنا سايبه أساس انضاف وشرفت على المنطقة والبن نبلش بتم فولة وبالأخبار بيعجبك أنا شفت فلان على الصراف أصحاب الدن على المصطبة حلاقنا عنده مس بتقص الراس وبخلي الناس حلوين بضلوا جرنا أنا بحلق عنده بس بتعرف إنك شوين من عند الراس من عندك خاص وعرانه بحدا مل العين وقت البعصة وبدنا الواسطة بنروح له احنا الاثنين والليلة في سهرة وكله معزوم ووجب تشرف عنا العودة دبكة الحية خي والحج مجهز الحنة السماجية بتستنى وعنا بالحارة بتتغنى ومن زلنا زلنا دخل الجنة بلا ما تبلغ شطبنا جمعات عنا بالحارة ضربت بكل مكان وخربشات عنا بالحارة جرافيت على الحيطان وولعات عنا بالحارة لسعت زي النيران وشعلات عنا بالحارة بتحلها بشوارعها بمدارسها دنسها مساد بالدرق من طاطم رقبتها لغتها الكاف والسين والكيف كيف نكيف راسنا جرافيت على الحيط هيب هوب نضيف بحاراتنا هين عريس هين شهيد هين اسم واحد عسير هين اسم عيلي بافراح هين اسم حركة كفاح بيوتها معزول من سلاح وما كنت ارفيه كل الموجود متنزه رامي الغير كامل ما فيش ورود اطفال لعبتهم الوحيدة عرب يهود بيمثلوا بالخشب بارود حط خطة وخطة حطة بابيض اسود لك مثل امك على ما التعذيب على جسمك اكلت لك مخك واخوك اكل لحمك ما هو الفكر التافه غير مصاري سلحتك سلحتي هدفك هدفي 16 ما بيتفي فيلم وثائقي هنا بدي لاوصف انا حارتي مخيمي جمعات عنا بالحارة ضربت بكل مكان وخربشات عنا بالحارة جرافيت على الحيطان وولعات عنا بالحارة لسعت زي النيران وشعلات عنا بالحارة جمعات عنا بالحارة ضربت بكل مكان وخربشات عنا بالحارة جرافيت على الحيطان وولعات عنا بالحارة لسعت زي النيران وشعلات عنا بالحارة ام سي زيدان ثالث تاريخ مشوه معاد راجع لمكانه ثابت مشهد بتكرر رقم 48 بتصور فكرت اتهور احمل شنطتي والف من الباب الخلفي للطوارئ بس الصاروخ هناك بهف ما بستخف بقول شاعل ضارب عالدفقف كيف تصف بانك نص نص مسوء الجنس بدك منافس والاطفال بتسايس فانت ما راح تحس لما توحد الرايات الحجب الشمس الصباح ربح لمحت فتحت شفت سحاب اسود فجأت هلا لا اصوات دبابات طيارات هز الحيط بيطلع خداع السمع لمطور كل بيت جمعات عنا بالحارة ضربت بكل مكان وخربشات عنا بالحارة جرافيت على الحيطان وولعات عنا بالحارة لسعت زي النيران وشعلات عنا بالحارة جمعات عنا بالحارة ضربت بكل مكان وخربشات عنا بالحارة جرافيت على الحيطان وولعات عنا بالحارة لسعت زي النيران وشعلات عنا بالحارة العالم عالم النفس مش عالم يرفع النفس كل رفع العالم للعلم تحت الاضواء عالم مندس فكرك ببني فكره على فكرك فكرك فكر مبني على فكر حاره تطبع بالفكر على فكرك شهاده ملاد خارج نطاق البلاد دخلت التغطيه في الحاره استشهدت شهادتي تحت رحمه مروحيه ولو تفكر بالكيف كيف الراس من غير كيف كيف حلال قطعوا لو قطعوا الكيف كيف التوتو تداوي دور عم فنجر تونس بره تم الدهور فليكن يدوب من الحائط قم بالواجب بنقصرش اعمل حفله وهتعود تغني بالزفه تحيه ترمي حلو الزغرت تهزتها هاي الحجة اختلاف الرأي عكتابة حيطان خطوط خربش فت الشخبط عا شعب عطلان داخل نتو 51 مشترك عسيل الشعبان عنا شارون في الأرض ناس بتدوسوا بتبوسوا صارت مشكلة كبيرة الغلب يطلع موسو وبنفس الساعة الشباب بالكافي شاي شخل الفلوس وزبط إرسال بدون طيران والحارة عنا شبه مشبكة عبار جمعات عنا بالحارة ضربت بكل مكان وخربشات عنا بالحارة جرافيت على الحيطان وولعات عنا بالحارة لسعت زي النيران وشعلات عنا بالحارة الرمال الجنوبي جمعات عنا بالحارة ضربت بكل مكان وخربشات عنا بالحارة جرافيت على الحيطان وولعات عنا بالحارة لسعت زي النيران وشعلات
الاولاد ولا